لا أثر هنا لهدن دولية وأممية سوى للدماء والدمار، فلا صوت يعلو فوق صوت القصف والقتل والتدمير. سماء الغوطة الشرقية لم تهدأ فيها طائرات النظام وروسيا التي تواصل قصفها العشوائي لمدن وبلدات الغوطة. وعدّاد الضحايا في ازدياد في ظل عالم يكتفي بالتنديد والتنديد فقط. فمنذ ساعات الفجر الأولى وعشرات الغارات شنها النظام والطائرات الروسية على الأحياء السكنية في دوما وحرستا. موقعه ضحايا بين المدنيين واضرارا ماديه جسيمه فيما استهدف قصف جوي الاحياء السكنيه في بلده بيتساوا ومنطقه المرج فضلا عن قصف بالمدفعيه والصواريخ ما اوقع جرحى بين المدنيين بينهم اصابات خطره وبعد هذه الايام المتواصله من المجازر وسياسه الارض المحروقه التي تنتهجها قوات النظام وروسيا في الغوطه تبين انها ما هي الا مقدمه لعمليه عسكريه واسعه شامله على غرار تلك التي حصلت في حلب والنيه في الغوطه كما كانت بحلب تهجير اهلها طوعا او كرها فمنذ أيام والنظام والميليشيات المساندة له وبغطاء جوي روسي يحاول التقدم إلى الغوطة الشرقية بهدف السيطرة عليها وهي تعد آخر معقل للمعارضة السورية قرب دمشق حتى وصل إلى مشارف بلدة شفونية والريحانية ومزارع الريحان سعيا لاقتحامها والسيطرة عليها في عملية كر وفر بينه وبين الفصائل السورية المقاتلة. في المقابل اعلن جيش الاسلام ان مقاتلي المعارضه شنوا عمليات خاطفه عده على مواقع قوات النظام التي تقدمت اليها في الجبهات الشرقيه للغوطه وتمكنوا من قتل اكثر من 150 من قوات النظام عن طريق الكمائن التي نصبت لهم كما تصدوا للقوات المهاجمه في جبهات الشفونية وحرزمه شرقي الغوطه. وبين هذا وذاك تأمل المؤسسات والمنظمات الدوليه في ادخال القوافل الاغاثيه للغوطه لكن امالها تلك على ما يبدو قد بددها ارتفاع وتيره القصف واصرار النظام وروسيا على خرق كل هدنه تقر ويبدو ان الايام المقبله ستشهد مزيدا من الدماء مع تصعيد النظام واكتفاء العالم بالتنديد والمشاهده فقط